يعني بيقول لك انه زنا المحارم، يعني الراجل اذا عمل اذا نام مع اخته او امه، ما هو ده زنا المحارم، او بنته واذا مات ده يغسل ويكفن ويصلى عليه. انما اللي بيترك صلاة الفجر لا يغسل ولا يصلى عليه، وانه زنا المحارم اهون من ترك صلاة الفجر. هو خطورة ده ايه؟ الخطورة فيه ده تشجيع واضح على زنا المحارم. ما هيقول لك يعني ده كأني سبت صلاة الفجر. ده فتح بوابة زنا المحارم. افتحها كده يعني، وتعطي للمرتكب هذا الإثم العظيم والكبير، هذه الخطيئة الكبيرة يعني، بتدي له مبرر وشماع، كأنه يا سيدي اهو هيدخل ويعمل علاقة مع أخته أو أمه أو بنته، كأنه ترك صلاة الفجر يعني. دكتور عبد المنعم فؤاد، يا دكتور عبد المنعم أهلا بيك. دكتور عبد المنعم أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد المنعم، أنا بس لأنه الكلام ده بينتشر جدا بين الناس، يعني هل الكلام ده صحيح؟ يعني أسيبه كده؟ أنا ما سمعتش والله، لأن هو بيقول إنه زنا المحارم أهون من ترك صلاة الفجر يعني. يا أخي، هذا غلو لم يعرفه الإسلام. أنا تركت صلاة الفجر غصب عني أو لشيء، هل يعني ذلك أني أنا الزنا أهون من ذلك؟ الزنا في تغيير أنساب، في تغيير لو بتكلم كمان عن زنا المحارم. كمان زنا المحارم ده هو قلب التعبير، يعني اللي ينام مع أخته يغسل ويدفن ويصلى عليه، إنما تارك الصلاة لا يغسل ولا يصلى عليه. هذا كلام أقول لحضرتك غلو، والإسلام نهانا عن الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ترك الصلاة طالما أنه ناسيا أو غير منكر، هذا أمر يحتاج إلى مراجعة وإلى توبة واستغفار. أما وإني الزنا فهذا تغيير كما قلت للأنساب، وتغيير للأعراض، وتعدي على الأخلاق، وتعدي على القيم، وهتك للعرض، والإسلام لا يقبل هذا. الله تعالى يقول عن الزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إلى أن قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ففي الزاني والزاني، لكن ما قالش اللي ترك الصلاة سهوا أو ناسيا أو متأخرا لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. من اللي قال هذا الكلام؟ هذا كلام غير منطقي، والإسلام الذي والله هو غير منطقي، تعبير مهذب يا دكتور عبد المنعم. يعني أنا شايف طبعا أنه أنا أقول إن هذا لا يمثل الإسلام، ولا نعرفه إلا من هذا الرجل. وهذا الرجل اسألوا عنه، أنا ما أعرفش يعني شهايده إيه ولا دارس إيه. ما دلوقتي أغلب الناس يا أستاذ وائل بتاخد فتاويها من الشيخ جوجل، يعني ما حدش عارف بياخد من فين العلم دلوقتي. الشيخ جوجل العلماء المعتبرين، من هم هل هذا من العلماء المعتبرين المعروفين من هيئة كبار العلماء مثلا؟ هل هو في رابطة إسلامية معترف بها؟ أو شيخ كده لبس غطرة وخلاص؟ النهاردة الناس لابد أن تقيم الناس بعلومها وشهاداتها التي يعني تعبت من أجلها. اللي دارس 3 سنين و4 سنين و5 سنين و10 سنين إلى أن يأخذ ماجستير ودكتوراه لا يتكلم إلا كلام صحيح. لكن اسألوا هذا، أنا لا أعرفه ولم أسمعه حتى، إنما أنت نقلت لي العبارة. الله يبارك. الله تبارك وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا، حتى ما قالش ولا تزنوا، ده قال مجرد القرب بس، مجرد يعني الوسائل التي تؤدي إلى الزنا ابتعد عنها. ولا توجد آية في القرآن قالت ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا، يعني اقطع الطريق من الأول. لكن هل قال في الصلاة الكلام ده؟ الصلاة فرض من الفرائض. وكان قال
جسد الرجل عورة يعني لا يظهر منه إلا الوجه والكفين بس يعني، وبعد كده قال أنا كلامي حر في يعني، لكن هو الكلام كان غير صحيح. هذا بالنسبة هو قلب الرجل امرأة والمرأة رجل، وهذا كلام غير صحيح، ودي المصيبة اللي احنا يعني فيها العقول. ربنا بيقول أفلا تعقلون، ربنا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ربنا يقول إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أين التفكير الصحيح؟ ونشوف حتى الفتوى تعود على إيه للمجتمع كده، أحدث بلبلة بلا داعي. ويظن البعض أن الإسلام هذا هو الإسلام، لا والله هذا ليس هو الإسلام. إن هذا طبعا أصله هو الحقيقة يعني ده يعني اللي يسمع ده من الساقطين في مستنقع زنا المحارم بيجد مبررا وبابا مفتوحا، يعني انه ما يرتكبه ده يعني اقل من ترك صلاة الفجر يعني. ولذلك اقول ان هذا الدين سلعة الله تبارك وتعالى، لا تؤخذ السلعة الا من التاجر الذي يعني يتقن صناعتها ويتقن ترويجها. فلا نسمع لديننا من أي إنسان آخر اللهم إلا العلماء المعتبرين يا أستاذ وائل. لكن النهاردة كل من هب ودب يطلع زي ما احنا سامعين، واحد ادعى المهدي المنتظر أول امبارح ولبس العمامة، طب ينفع؟ ففي أمور طيب غريبة على المجتمع يجب علينا أن احنا نرفضها وأن احنا نتفكر، لأنه ربنا قال أفلا تتفكرون أفلا تعقلون إلى آخر.